ونستهل النشر بإعلان عضو مجلس الأمة السابق صالح الملا عزمه التقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد. الملا أوضح أن الطعن الذي سوف يقدمه يوم الاثنين المقبل لإلغاء المرسوم مشيرا إلى أنه سيكون طعنا دستوريا خالصا ردا على حكم المحكمة الدستورية الأخير القاضي بتحصين الصوت الواحد. وشدد الملا على أنه لن يكون الغرض من الطعن عودة الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد، وإنما سيكون لإسقاط مرسوم الضرورة بالصوت الواحد وإصلاح الانحراف والتجاوز على الدستور حسب وصفه. إعلان الملا التقدم بطعن جديد في مرسوم الصوت الواحد جاء عقب إعلان العديد من الخبراء الدستوريين أن الصوت الواحد حصن بشكل نهائي ولا يمكن الطعن به أمام القضاء، وأن مجلس الأمة بات المخول تعديل قانون الانتخابات. هذه التطورات تأتي فيما تتواصل سلسلة الطعون في نتائج انتخابات مجلس الأمة والتي بلغت 24 طعنا. طعون بالجملة تلقتها المحكمة الدستورية بنتائج انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 27 من شهر يوليو المنصرم. ووسط توعد بالمزيد تسلمت المحكمة خلال الأسبوعين الماضيين 24 طعنا. ففي الدائرة الأولى كان أبرز الطاعنين في نتائج الانتخابات النائب والمرشح السابق عبد الحميد دشتي، فيما تقدم في الدائرة الثانية مبارك المطوع بطعنه مطالبا بإعادة الانتخابات. أما في الدائرة الثالثة فقد تقدم كل من وائل المنصور وسعود صهود بطعنين، فيما حظيت الدائرة الرابعة بالعدد الأكبر من الطعون، إذ تقدم كل من عبد اللطيف المناور ومفوز المطيري وطرق المطيري ومحمد الرشيدي ومحمد المسالم ومبارك العرف بطعون. وأخيرا في الدائرة الخامسة تقدم كل من المرشح السابق مطلق العتيبي وعبد العزيز العنزي بطعنين. وذكر المتقدمون بتلك الطعون أنه قد شابت انتخابات مجلس الأمة أخطاء عدة، ومن بينها عمليات فرز الأصوات، الأمر الذي انعكس أثره بشكل كبير على نتيجة الانتخابات، وبالتالي ضرورة بطلان نتيجتها وإعادة إعلان النتيجة الصحيحة للحائزين على ثقة الأمة حسب ما أفاد هؤلاء المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالكراسي الخضراء. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي. أهلا بك. أهلا بك أخي الكريم وأهلا بجمهورك. الدكتور محمد، هناك العديد من الخبراء الدستوريين الذين أكدوا أن مرسوم الصوت الواحد حصن بشكل نهائي ولا يمكن الطعن به أمام القضاء، ماذا تقول في ذلك؟ سيد العزيز، لنفرق بين الحكم بعدم الدستورية والحكم بالدستورية. الحكم بالدستورية يعني أن المحكمة لم تجد وفق فحصها، وفق ما هو مقدم أمامها من طعون، مخالفة من النص للدستور، ويمكن إعادة تقديم الطعن مرة أخرى إما بأسباب جديدة أو لذات الأسباب. من الناحية المنطقية، من غير المتوقع أن تعدل المحكمة عن اجتهادها بشكل سريع، ولكن هذا لا يعني أنه من الناحية الإجرائية لا يجوز تقديم الطعن. يحدث إما أن يقدم الطعن لأسباب مستجدة، أو يقدم الطعن في مسائل المحكمة تكون قد عدلت عن الاجتهاد السابق، وفي هذه الحالة يصبح الاستجابة للطلبات المقدمة أمر أكثر معقولية. على كل حال، الوقت راهن، وبتقديم نفس الأسباب من المتوقع منطقيا أن المحكمة تقبل الطعن ولكن ترفض الاستجابة للطلبات. نعم دكتور محمد، النائب السابق صالح الملا أعلن أنه سيتقدم بطعن جديد في الصوت الواحد يوم الاثنين، كيف تتوقع أن يتم التعامل معه؟ من الناحية الإجرائية الطلب يقبل، بعد ذلك ما هي الأسباب التي سوف تقدم؟ هل هي أسباب جديدة لم تفحصها المحكمة من قبل، أم أنها ذات الأسباب؟ من غير الممكن الجزم بمضمون طعن لم نطلع عليه.
نعم دكتور محمد، في موضوع آخر وذي صلة، الطعون الانتخابية في نتائج انتخابات مجلس الأمة ما زالت مستمرة، كيف تتوقع نتائجها من وجهة نظرك وما مدى تأثيرها على المجلس الحالي؟ الآن كما في الانتخابات السابقة من الواضح أن هناك نوعين من الطعون، هناك طعون متصلة بسلامة النتائج في مراكز معينة، إذا هي ليست طعون متصلة بكامل العملية الانتخابية، وهناك طعون متصلة بكامل العملية الانتخابية. بالنسبة للشريحة الثانية للأمانة باستثناء الفكرة التي أعلن عنها السيد الملا ولم يذكر تفاصيلها، لا أعلم ما هو مبنى الطعون الأخرى، وبالتالي من غير المنطقي إطلاق رأي في الموضوع. أما بالنسبة لترتيب النتائج فهذا الأمر دارج في كل انتخابات، أن تكون هناك أخطاء في العملية الانتخابية، أخطاء جزئية، القاضي وهذا هو ما يسير عليه القضاء المقارن وسارت عليه المحكمة الدستورية في السابق، يفرق بين الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على سلامة النتيجة والأخطاء غير الجوهرية. يمكن من أبسط المعايير المستخدمة إذا كان الخطأ يتصل بأصوات بذاتها يمكن حصرها، القاضي يستنزلها من المجموع الكلي للأصوات، فإن أثرت على النتيجة بعد استنزالها يبطل الانتخاب. طبعا هناك نوع آخر من البطلان لا يمكن تحديده برقم، هنا القاضي في كل حالة على حدة يقرر إلى أي مدى الخطأ هذا كان جوهري أو ليس جوهري. نعم الخبير الدستوري دكتور محمد الفيلي، شكرا جزيلا لك.